بمناسبة يوم المسرح العالمي، نظم المسرح القومي في السويداء احتفالية ضمت عرض مسرحية دب للأديب الروسي أنطون تشيخوف، وأهديت الاحتفالية لروح الفنان الراحل عادل حمزة، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في مدينة السويداء. يوم عالمي بامتياز يقف فيه المسرحيون في كل الكرة الأرضية، يعبرون عن انتمائهم لشعوبهم وأوطانهم ويقولون كلمة حق. المسرح القومي في السويداء تحت رعاية مديرية المسارح والموسيقى وزارة الثقافة مشكورة رعت هذا الاحتفال، ونحن ذهبنا إلى أكثر من ذلك، ألا يكون الموضوع كرنفاليا فقط وإنما يكون مشفوعا بعرض مسرحي، وكأننا نقدم أي نشاط من نشاطاتنا التي نقدمها بالعادة خلال الموسم السنوي. هذا يوم بيحتفلوا فيه كل مسرحيين العالم بنفس اليوم بنفس الساعة، كل مسرحيين العالم تلقى نفس الكلمة بكل مسارح العالم، له أهمية خاصة هذا اليوم، هو عيد الفنانين، عيد المسرحيين. وبتعرف للمسرح أهمية كبيرة على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد المعرفي، بكل الظروف المسرح هو سيد الثقافي. هادفة طبعا وكثير يعني سرينا فيها. المسرح له أهميته طبعا، بالنسبة لي ما بقدر أعبر عنه أكثر من هيك، أنا بحب المسرح شيء جميل. العرض كان كثير كثير ممتاز، وفعلا يعني مسرحية ناجحة جدا جدا، وحتى الممثلين على المسرح كثير رايقين وكثير شيء حلو مرتب، فعلا عجبت كثير فيه. الاحتفالية ركزت على أهمية ودور المسرح في نشر الوعي وضرورة تطوير والحفاظ على ديمومته كمرآة للمجتمع، كما تم تكريم عدد من الفنانين تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها لإحياء وتنشيط المسرح في المحافظة. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.